ما هو الاقتصاد الريعي؟ يعرف الريع الاقتصادي بأنه مبلغ من المال المكتسب والمتجاوز بقيمته للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويعرف الاقتصاد الريعي في مفهوم الاقتصاد بأنه الدخل المتأتي من ملكية الأراضي والهدايا المجانية الأخرى للطبيعة كالنفط والغاز وغيرها. ويمكن أن ينتج الاقتصاد الريعي في عدة جوانب كأسواق العمل والعقارات واحتكار الأراضي. ويعرف الاقتصاد الريعي في مفهوم الاقتصادي الحديث بأنه الفرق بين العائد الإجمالي لعامل الإنتاج الأرض أو العمالة أو رأس المال وعامل سعر العرض، أي هو الحد الأدنى للمبلغ اللازم لتحقيق الخدمات. ما هي مميزات الاقتصاد الريعي؟ تبعا لمفهومه في الاقتصاد، يتميز الاقتصاد الريعي بعدة ميزات، وهي يتميز بالحصول على مدخل إيراداته من خارج الدولة. يشكل مصدر دخل الاقتصاد الريعي ركيزة أساسية لإيرادات الاقتصاد المحلي، ولا يعتبر الاقتصاد الريعي بالعملية الإنتاجية وتنفصل إيراداته عن إيرادات القطاع الاقتصادي الإنتاجي. يرتبط الاقتصاد الريعي بالنشاط الاقتصادي لسكان الدولة من خلال مساهمتهم في تدوير الريع في الأسواق فضلا عن المساهمة فيه. ولا يرتبط الاقتصاد الريعي بكفاءات العمل من قبل الدولة، وقد ينتج عن طريق الصدفة. أنواع الاقتصاد الريعي: للاقتصاد الريعي نوعان، هما الاقتصاد الريعي الخارجي والاقتصاد الريعي الداخلي. فلنبدأ معا بالاقتصاد الريعي الخارجي. الاقتصاد الريعي الخارجي يتمثل في عدة نقاط، وهي ريع ناتج عن هبات الطبيعة للاقتصاد المحلي، والذي يعود بمنافع مادية كبيرة من الغاز والنفط والمعادن المكتشفة. ريع السياحة الخارجية المستقطبة إلى الدولة والمساهمة بإدخال العملة الأجنبية إلى البلاد. الريع الناتج عن التحويلات المالية الخارجية والتي تشكل مصدر دخل أساسي للاقتصاد المحلي. ريع خطوط النقل الاستراتيجية كالقنوات المائية وأراضي مرور خطوط نقل الغاز والنفط وغيرها. والريع الناتج عن المساعدات الخارجية للمنظمات غير الربحية والتي تشكل عنصر أساسي من ميزانية بعض الدول النامية. الاقتصاد الريعي الداخلي: تتنوع مصادر الريع الداخلي بين ريع المضاربات المالية المحققة للربح السريع، والريع الناتج عن سندات الخزينة المالية، والخدمات الداخلية المؤثرة على نشاط الاقتصاد الداخلي. الريع الناتج عن المضاربات العقارية وارتفاع قيمة العقارات والإيجارات، والريع الناتج عن قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة في الاقتصاد المحلي. حساب الريع الاقتصادي للشركات: يحسب الريع الاقتصادي بالنسبة لشركة ما تبعا للأفراد والموظفين من خلال تطبيق المعادلة التالية: الريع الاقتصادي للفرد يساوي نسبة إنتاج الفرد ناقص تكلفة التوظيف. وعلى سبيل المثال، إذا حددت شركة التكلفة لتوظيف عامل ذو كفاءة منخفضة بقيمة 5 دولارات في الساعة، عندها يمكن حساب الريع الاقتصادي من خلال المعادلة من خلال معرفة نسبة إنتاجه خلال هذه الساعة. ويتوجب على العامل أن تكون نسبة إنتاجيته في الساعة تتجاوز الـ5 دولار لتحقيق الريع المتوقع للشركة من التوظيف.